قلت في مرة يا رب بنت. طبعاً نفسي في بنوتة. ها يعني كنت حاطط أمال على التالت زين، بس الحمد لله يعني كل اللي يجيبه ربنا خير. يعني مش متخيل ان زين كان يبقى بنت. يعني الرابع ممكن تبقى بنت؟ الرابع ممكن يبقى بنت، بس يعني هبقى ساعتها هتموتك زوج مطلق. او ارمله. بعد الشهر هتموتك. هي بقى اللي عيني هتحمل، وهي اللي هترجع تعيد الماتش من اول وجديد. لا، لان برضه ثلاث ولاد وانا الرابع تقريبا صعب. هي ام الاربعه دلوقتي. ابوك ما خلفش صبيان برضه، يعني من شبه اباء ما خلفش. سوري، قصدك ايه؟ في عاجبين واسلام ياسين. ابوك ما خلفش بنات؟ لا، ما خلفش بنات. ليه اخت وبيعتبر كنزي واميره مرات اخويا بناته، وهم فعلا بيحبوه كانه والدهم التاني. بتتخيل ان ولادك طاهر يعني وامين وزين هيكبروا ويتجوزوا ويبقى مراتاتهم هم بقى بناتك؟ ولا الفكره بتتخيل بجد؟ اكيد اكيد. او هم يخلفوا بنات. يعني اخويا يمكن هو الوحيد اللي خلف بنت، دليله، وهي بنتنا كلنا. خلفة الصبيان هم قلق ولا امان؟ عزوه فيها. انا بحب عامه العائلات الكبيره، بحب عيالي يبقى حواليا، بحب نعمل حاجات مع بعض، نسافر مع بعض، ننزل نتمشى، بحب الوقت ده جدا، كواليتي تايم ده بحبه قوي. البنت ممكن تبقى عزوه زي الولد ولو ان ما عندكش بنات؟ طبعا. بس انا اقصد الصبيان بشكل خاص، مش الصبيان فاهمين بعض، يعني فاهمين ان احنا ممكن نقعد نلعب مع بعض حاجه. احنا كلنا اخترعنا اللعبه دي دلوقتي ومبسوطين بيها كاولاد. البنات هتبقى مختلفه، يعني هيبقى في نوع تاني خالص من لا، دول بيترموا كده وتعالى، وفي كده نوع من مش العنف، بس في هزار ولادي. فاهم العقليه الولادي، انا عارف هو بيفكر في ايه، لان فاهم ايه اللي عاجبه في ده.